عندي موضوع بتكلم فيه بالنسبة نادي الشباب. أوكي في غلطات الإدارة وفيه كل شيء وفيه كذا، ولكن أنا صايم الآن، أنا ما جامل. أبو الوليد ما له ذنب في الأشياء اللي صارت، وكرئيس نادي أوكي، حتى أنا في البداية من الناس اللي زعلت وكل حاجة، ولكن والله عن الإبراء الذمة أنا أعرف أشياء كثيرة. أبو الوليد ما له ذنب. المباراة الأخيرة، خاصة المباراة الأخيرة، الفريق ضيع 5، يعني مدرب نفسه حاسب الفرص 13 12 فرصة. أنا الشوط الأول شايفه مضبوط، يعني حرام الشباب يخسر، ولكن أبو الوليد ما يجب أن نقف معه كشبابيين. في غلطات صارت، الحين نتركها اللي صار أول نتركه، ولكن من ناحية المباراة الأخيرة بيض الله وجهك أبو الوليد صراحة. ما تلام، أنا من الناس اللي أنا صايم أقول الصدق، والله ما أكذب، أقول من قلبي الصدق.